اليوم رجع للخطه نتاعو، وهذه النقطه اللي خلتني ديسفيرسي يرجع لاليات اللعب نتاعو ويرجع منظم ويخلق الفرص اللي متعود النادي الصفاقسي انه يخلقها. نعتبر حمادي دو اصلح الخطا نتاع مقابله تشامبيونز ليج. مقابله تشامبيونز ليج لك فما حاجات يبنيهم على فخر بن يوسف يبدا حاضر يبدا غايب. متفاهمين متفاهمين، لكن ديما فريق كبير ديما خصوصا مقابله تشامبيونز ليج، حتى انت غايب فخر بن يوسف ادريسا، اي لاعب اخر تحطه مهاجم وما تغيرش الخطه نتاعك، لانه لما تغير والترجي يمر بفترة صعيبة تحس انك انت ثم خوف من الفريق المنافس او انت جاي تلعب على التعادل، والملاعبية كذلك ما ينجموش في اسبوع يغيروا اليات نتاع اللعب من خطة لخطة، راهو ماهوش سهل. كي تقول نغير خطة تكتيكية يعني مش تغير طريقة حتى التدريبات، التمارين نتاع وسط الاسبوع مش تتغير باش تنجم انت تقسم هيك الخطة التكتيكية خلال ردهات الايام الاسبوع باش تقدر انك تطبقها يوم الاحد. هذا الوقت وجيز كان بالنسبه لحمد الدو. اليوم بالعوده للخطه هذه نادي الصفاقسي لعب الطريقه المثلى نتاعو، هي التدرج السليم بالكوره، ثنائيات ثلاثيات تمريرات قصيره، صنع بناء الهجمه المركزه، وهذا يحققوا الملاعبيه نتاعهم من خلال تنشيط هجومي ممتاز لندونغ وفرجاني، كذلك مهاجمين يحققوا الهجمه المركزه او كذلك الهجمه السريعه، وتنشيطهم بعد حتى خلال المقابله مهاجمين نادي الصفاقسي تاقلموا مع طريقة اللعب، لما يبنيوا الهجمة يخرجوا يلعبوا لاتاك بلاسي البناء الهجم، ولما يبدا النادي الصفاقسي في الدفاع يلعبوا الهجمة السريعة من خلال السرعة نتاع خصوصا فخري بن يوسف. بالنسبة للترجي هي اللغز بالنسبة لي أنا. ديسابر لم يستوعب الدرس نتاع مقابلة تشامبيونز ليج. واليوم تكتيك جديد اليوم في مع ديسابر. عاود غير. شوف مقابلة تشامبيونز ليج لعب 4-4-2. أول قاعدة لما تجي أنت في مقابلة ومصيرية وعندك مدرب يلعب طريقة ما تنجمش تغيرها في الأسبوع هذاك. لازمك تخلي الآليات اللي موجودة تدعمها ببعض الإضافات الذهنية خصوصا أو الكرات الثابتة، لأنك أنك تغير بسرعة صعيب ياسر. لعب بلوزانج، لوزانج كل لعب به وقتها؟ لعب بالمولي على اليمين وغرس اللاوي على اليسار والراقد، لاعب محوري ارتكاز والدراجي. قلنا الملاعبية هذوما وقتها غير قادرين ان يعطيوا الاضافه في المركز هذا. ايش عمل في خلال المقابله؟ دخل المحيرسي ودخل المساكني. تغيرت الامور ولعب ولو اصبحوا لاعبي رواق اللي عندهم خصال لاعبي رواق، ونجح الترجي. وبصراحه الترجي لولا هيك الدقيقه اللي ما تعودش ديما راهو في المقابلات اللي سجل من خلال اهداف من خلال المردود كامل، الترجي كان غير قادر حتى في الشمال الزيك على الفوز على نادي الصفاقسي في هيك الساعة ونص. باش نكونوا واضحين، المقابلة هذه مقابلة يوم الخميس رجع 4-2-3-1، أعطاها شوية وقت للاعب المهذبي اللي اليوم ما لقيناهش موجود جملة. اليوم تفاجأنا من خلال الخطة التكتيكية 4-2-3-1. كي نقرا الخطة التكتيكية شنو نقول؟ يوم الخميس أعطاه فرصة للاعب النيلي، لاعب شاب ظهير أيسر مكان شمام. أين شمام؟ ما نعرفش. النيلي لما شاهدت المردود نتاعو بصراحة فريق في قيمة الترجي يصعد لاعب شاب بالخصال هذيك راهو نقاط استفهام. اين اللاعبين الشبان في الترجي الرياضي؟ الترجي الرياضي اين عمل الاداره الفنيه في اصناف الشبان في الترجي الرياضي؟ باستثناء اللاعب الكامرجي اللي صعد الموسم هذايا لعب في وضع استثنائي سي مختار لما اصيب نيانغ وعقوبه تاديبيه للعكيشي، لم اشاهد لاعبين الشبان اللي حكى عليهم سي مبخوت وقال هما برنامج في المشروع نتاع الترجي. هذه مغالطه، هذه نقطه اولى. اليوم يرجع بن منصور. إذا كانك أنت مش تلعب في مقابلة نادي الصفاقسي بن منصور، تلعب فيه يوم الخميس بن منصور المحور الواحد. نقطة أولى. ترجع النفزي اليوم ظاهر أيمن. النفزي عنده مدة طويلة ما يلعبش، وكأن النفزي تابع ديسابر والمباركي تابع كرول. في الترجي فريق كبير ما ثماش شكون تابع شكون راهو. هذه باش نكونوا واضحين، يعني ظاهر ثم خلل كبير حاليا في الترجي على مستوى الصلوحيات. وعلى مستوى رسالات مضمونة الوصول والأمور مفهومة. الدربالي، هل أنه الدربالي عنده الخصال الفنية الهجومية والنضج التكتيكي باش يلعب لاعب على الرواق؟ مستحيل. حاجة أخرى، ماكون لعب نهار الخميس كلاعب ارتكاز مع راقد مع حملنف. اليوم نلقاو ماكون على البنك ويرجع للمولي. تقول لي المولي وراقد هنا تعرف وسط ميدان نادي الصفاقسي قوي، حبيت لاعب زوج لاعبين ارتكاز عندهم صبغه دفاعيه، انا معاك لامتصاص قوه النادي الصفاقسي، لكن مش تلقى صعوبات على مستوى الهجوم. لكن ما ننساوش
ما يكون اليوم كان على البنك. لما استنجد حد يلعب الهجوم يهبط وليد السانتي ملاعب الشاب اللي كان في القردة على المدارج يوم الخميس، يهبط هو يلعب في مقابلة والترجي متأخر 1-0 وهو لاعب شاب، شنو اللي تطلب منه؟ وما كون اللي لعب نهار ماتش حملنف، وحتى في اخر المقابله لما خرج الدراجي في مقابله حملنف ما كون كمل المقابله صنع العاب مكان الدراجي، وانت اليوم مطالب ان تلعب الهجوم، عليه ما تدخلش ما كون ودخل الصامتي. ولذا الخلاصه مشكل خيارات دي سابر ما عندوش فيل دي زيدي، ما عندوش تفكير واضح، يعني كان اختيارات اعتباطيه، كل مقابله يجي يغير. راك تدرب في الترجي الرياضي، إذا كانك أنت ديسابل كنت تتفرج وتنتقد في كرال، أيا ورينا خريطة المشعل اليوم، وين اختياراتك؟ انتقدوا كرال لما قال بوبا ليس في حجم الترجي، قالوا لا كرال ما يلعبش بوبا لأنه جابوا ديسابل. نقول لك عنده الحق، على الأقل كرال أن جران جوار أكسيال، لما أكسيال يقيم لاعب أكسيال يقول لك ما يفيدش الفريق، راهو في بالي واضحة الأمور. دونك هذا الكل يخلي الخيارات نتاع المقابله اليوم خيارات خاطئه. اذا كان نمشي للتغييرات من بعد، لما نشوف التغييرات اللي صارت في المقابله كيف كيف، تغييرات النادي السفيرسي اللي في الدقيقه 63 صار دخول شلوف مكان الحناشي ولا يلعب 4-1 4-1، فريق كذلك قاعد يعرف شو يعمل. وقتاش تحرك الترجي الرياضي؟ لما دخل غد سلاوي والمحيس اللي هما في الاصل لاعبي رواق، اعطاوا الاضافه، تحسن المردود الفردي والجماعي للترجي الرياضي وشاهدنا بعض الفرص. دخول الصامتي في دقيقة 82 نعتبره دخول متأخر، وقتها ولا يلعب بلعب ارتكاز وحيد واثنين صانعين ألعاب اللي هما الصامتي والدراجي. ما نحبش نظلموا الصامتي لأنه كيما ظلمنا عبود، لعبوا اسكندر القصر في مقابل الديربي على كورة غلطة جابت هدف للإفريقي، تحرق الوليد وينه تو ما عودناه شاهدناه. هذا من الأخطاء اللي لازم يتعظ فيه فريق في حجم الترجي. ولما نحكي هكا لأني نحب الترجي، نحبه يتصلح ونحب يمشي الامام،